الذي أريد له أن يكون نسخ ختام برنامج رمضانيات تطوان في نسخته الأولى. صباغرة فنية ثقافية يسدل عليها الستار اليوم بعدما حققت أنشطتها وفعالياتها نجاحاً باهراً. سعدت من خلاله جماعة تطوان لإعادة التوهج الحضاري لهذه المدينة، مدينتكم العريقة. نسلي ملاحي نائب رئيس جماعة تطوان، رسالة واحدة نبلغها اليوم وهو أن مدينة تطوان استدعت نخبة من الشباب، الشباب الماهر في العزف، الشباب صاحب الصوت الجيد. هؤلاء الشباب الذين من خلالهم نقول للمجتمع المغربي وللعالم أن تطوان ما زالت تخلق شبابا في الموسيقى الأندلسية. هذه السهرة ومن خلال تكريم الأستاذ المختار المفرج نريد أن نبلغ من خلالها رسالة واحدة، وهي رسالة جيل لجيل، لأن الأستاذ المختار المفرج الذي نستحضر روحه هذا اليوم هو من تتلمذ على يده هؤلاء النخبة من الشباب الذي يحيي سهرة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بقناة يوم 24. أنا سعيد بوجودي في هذه الليلة وفي هذه النسخة الأولى
التي تنظمها جماعة تطوان. هذه السهرة الأندلسية الروحية، وتطوان كما قلت محتاجة لهذه السهرات الأندلسية ولا الروحية، لأن تطوان معروفة بالآلة الأندلسية والموسيقى الروحية. فإن شاء الله أتمنى أن تتكرر هذه المناسبات في مدينة تطوان، ولا خوف على هذا الميدان للموسيقى الروحية وللموسيقى الأندلسية، نظرا لأن الشباب واللي غتشوفوا الآن هو شباب متمرسين الحمد لله، عازفين ممتازين، وإن شاء الله لا خوف على هذا الميدان إن شاء الله في مدينة تطوان. وشكرا.